بسم الله الرحمن الرحيم. تدعوكم حسينية المرحوم الحاج داود العاشور لمجلسها لمدة يومين، الخميس والجمعة ليلة 17 و18 من شهر شعبان المبارك، يوم 9 ويوم 10 3 2023، في تمام الساعة 7 مساء. الليلة الأولى إحياء الذكرى السنوية 7 لاستشهاد القائد المجاهد كنعان العاشور، حيث يرتقي المنصة الخطيب الشيخ رعد الخطيب والشاعر أحمد الذهبي والشاعر حسام الحمزاوي والرادود ملا حيدر الصغير والرادود ملا حميد التميمي والرادود ملا كرار الكاظم. الليلة الثانية إحياء ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يرتقي المنصة الخطيب الشيخ الدكتور محمد جمعة، وكذلك إحياء أوبريت نراك قريبا أداء الرادودين قحطان البديري والشيخ إحسان الأكرم، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والأطفال والشاعر الأديب جابر الكاظمي والشاعر سامي العبادي والرادود ملا علي مهدي والرادود ملا قحطان البديري والرادود إحسان الأكرم، علما أن عريف الحفل الشاعر زيد السلامي وقارئ القرآن محمد نزار الربيعي، والنقل المباشر على قناة أم البنين الفضائية وقناة الحسينية على اليوتيوب. وما زلنا على الدرب نقدم الأضاحي.